خلينا دايما عشان بس خلينا نتابع، عشان دايما بنتابع من اماكن الحدث. معانا دلوقتي نقف شويه مع الكاراتيه وهنخرج ليه كابتن اشرف توفيق المدير الفني لفريق الكرة السله رجال اللي عندهم مباراه مهمه جدا بكره، وكلنا دعما لفريق. كابتن اشرف مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سالم، اخبارك ايه؟ الله يخليك. مش هقول لك بقى طمنا والاحوال والمعسكر المغلق، لكن اكيد مباراه الاهلي والزمالك ليها طابع خاص، وجودها في دور ال 16 الموضوع اختلف تماما في مباراه كاس مصر بكره. اكيد 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 يا كابتن، اكيد وان شاء الله خير، يعني مستعدين كويس وان شاء الله يبقى ماتش كويس، يعني هي ليه بسمعه التروفيه. كابتن اشرف شايف من وجهه نظره ان المباراه دي بدري شويه ولا جايه في ميعادها المتناسب واحنا ان شاء الله محضر لها كويس؟ لا طبعا يا كابتن مفيش كلام، بدري جدا. بدري جدا المباراه، بدري جدا بدري جدا. انت ما ينفعش تقعد تشتغل 3 4 شهور عشان تخرج فرقه كبيره من كاس مصر، بدري جدا. مباراة يعني انا مع احترامي يعني المسابقات يعني بدري جدا. ما ينفعش، وكان معروف ان هيحصل صدام بين الناديين كبار، ان اللي بيتجنب بس تقريبا الاول اكيد، يعني ما اعرفش يعني ما كانش توفيق خالص يعني احنا نلعب من 5 او نلعب شهر 11 دور 16 فرقه تخرج بدري من البطوله. يعني شايف ان الموضوع بدري جدا، لكن انا عارف ان كابتن اشرف توفيق ورجالتنا الموضوع مختلف. لا الضغط، لا لا احنا بالنسبه لنا الحمد لله احنا جاهزين حتى لو كان شهر 10 ان شاء الله. يعني في اي وقت تقدر تلعب للمباراه كابتن اشرف. لا انا بتكلم يعني وجهه نظر، ما ينفعش احنا نقعد نتمرن 3 4 شهور ومش عارف ايه وكذا، وبعدين فرقه يعني الكاس ده اصلا ماتش خروج مغلوب. ليه الناس تخرج في شهر 11؟ غلط، يؤثر على باقي البطولات. يعني انا ده رايي، يعني ما طبعا مع احترامي الكامل يعني لنظام المسابقات، يعني ربنا يوفقهم. طيب خلينا نبص بنظام المسابقات، خلينا في فرقتنا فريق النادي الاهلي استعد بمعسكر مغلق، محاضرات فيديو من خلال كابتن اشرف توفيق، التعليمات المهمه او الاخيره اللي هي تتقال قدام الجماهير، تعليمات كابتن اشرف توفيق لفرقته ايه في مباراه بكره باذن الله؟ لا والله انا بتمنى ان احنا نبقى ان شاء الله فرقه في معدلات عاليه جدا جدا من التركيز والبرسنتج، لان طبعا باسكت شوت جيم، وتبقى كل لعيب ان شاء الله ان شاء الله عارف مهامه الدفاعيه والهجوميه كويس ان شاء الله، يعني ركز في اللعيبه. يعني الدفاع اساس مكسب مباراه بكره ان شاء الله باذن الله. ناخد كده؟ اكيد اكيد، الديفنس ده في الباسكت بول اهم حاجه طبعا، اهم كونسيبت في الباسكت بول كله الديفنس. كابتن اشرف بكلمك بصراحه شديده، عاجباني روحك وكلامك واسلوبك، ان المباراه اكيد مباراه كبيره مع نادي كبير، لكن اكيد العامل النفسي او الضغط اللي عند حضرتك هادي جدا عشان ينطبع اللاعبين. بنتمنى لك التوفيق بكره باذن الله، المباراه متذاعه على قناه الاهلي وباذن الله نستضيفكم بعد المباراه وان شاء الله يكون المكسب حليف النادي الاهلي. شكرا كابتن اشرف توفيق. لا انا بس كان ليا تعليق. اتفضل. يعني اصلا اتفضل كلام، ان اتحاد الباسكت قال وجهه نظره في ان يبقى في 50 و50. اتفضل. وجهه النظر دي مع احترامي الكامل ليها، يعني بنحترمهم كلهم. كويس. وجهه نظر، انما ده كلام ضد النادي الاهلي شكلا وموقوعا. ليه بقى؟ لان انت النهارده ده ماتش قرعه كاس على ملعبي، ما ينفعش العب في 50. انا النادي الاهلي السنه اللي فاتت وهو بيلعب مع الزمالك كان بيلعب في المدرجات كامله تقريبا. ما ينفعش العب في 50، ما ينفعش امنع شبابي. انا الكابتن مصطفى معايا مدي اجازه كل بتاع الناشئين عشان يتفرجوا على 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 حفله اسمها اهلي الزمالك. يعني ايه يعني ايه ما دخلش الولاد اللي يبقوا قاعدين بره الملعب في ملعبي، ويعني ايه انا 50 الزمالك 50 وهو ملعبي؟ فين الاسوان؟ وبعدين يعني 50 حاجه. وبعدين الكلام كان الوزير العام قدام مع مجدي الدكتور مجدي بيكلمه في التليفون قدامي، الاتفاق اللي هيمشي على الماتش النهارده يمشي لغايه اخر الدوري بقى واخر السنه. ده قانون، هيبقى قانون. ايه ده؟ اهلي زمالك. طب اهلي زمالك انا هلعب اهلي زمالك دلوقتي كام؟ بعد كده هلعب الزمالك تاني مرتين رايح وجاي، انا اتظلمت مرتين. الزمالك خد مره. نمره 2، فين بقى الانديه الجماهيريه؟ فين بقى الانديه الجماهيريه؟ انا هنا لعبت 50، هلعب جوه نادي الاتحاد السكندري ب 50. حقك. انا بقول حقنا. انا حقنا 50 بقول للكابتن طلبة والدكتور مجدي قرركوا على دماغي، بس انا لعبت في اسكندريه ب 50. اكيد. دي ما فيهاش هزار، خلاص بقى.
لان احنا مش عايزين نبقى عندنا 50 يعني معيار. مفيش حاجه اسمها ده ماتش كاس وده ماتش جماهيري. طب ما هو اهلي واتحاد جماهيري، اكيد اتحاد جماهيري. لا يعني انا مش عارف، انا عمري ما شفت ان احنا نحرم ولادنا 14 سنه ان هم يخشوا ماتشات. انت طالب الزمالك كل الناشئين اهلا بيهم هنا. اهلا بيهم هنا، تمام، نستضيفهم بقى فوق دماغنا. كويس، احنا ندخل ولادنا يتفرجوا. كلام يحترم. يعني انا النهارده قاعد السلعاوي بره ونبيل بخيت وظهر الرجب والخموز النادي ما بيتفرجوش على الماتش. لا طبعا اكيد 50 بعضهم اعضاء مجلس الاداره. يعني ما فيش لعيب هيجيب حتى ابوه ولا مراته. لا هيتفرجوا بره كلهم، هيتفرجوا بره. انا بضم صوتي لصوتك، انا بضم صوتي لصوتك، لان في الاخر بطاقه الاشتراك مصلحه مصر اهلا وسهلا وكلنا كده مصر. اكيد انا مش شايف حاجه صريحه، انا مش شايف حاجه صريحه. ليه مش 150 من 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 اعضاء النادي، من اعضاء الناس اللي حاملين الكرنيهات، من حاملين الكرنيهات؟ انا بقول وبكرر لان انا عارف كويس قوي مجلس اداره النادي الاهلي قال كده. مجلس اداره النادي قال والكلام ده تفكير كمان شاهد عادي ان المعامله بالمثل في كل الدول. يعني تمام. انا اروح اسكندريه مش هلعب غير لو لقيت 50 اقعد اعد بقى بالمره. هنعدهم معاك، هنبعت حد يعد معاك، هنبعت حد يعد معاك عشان انت ما تعدش. تركز في الماتش واحنا عد. كابتن اشرف اكيد احنا قناه الاهلي يعني معاك على نفس الطريق، واكيد ال 50 في كل الماتشات، لان ده يعني ده قرار الاتحاد. عجبني جدا حضرتك بتحترم قرارات الاتحاد، لكن فعلا في الاخر كابتن بس انا اللي انا شايفه النهارده قال لك اصل مش موجود مندوب النادي الاتحاد. لا خلاص انا ماليش دعوه، انت النهارده طالما عملت كده يبقى انت قاعده المباريات الجماهيريه اللي تمشي كده. هي كلام الوزير العمري مع الدكتور مجدي امبارح الصبح، موجود الكابتن رؤوف ووجودي والسبيكر شغال، وقلنا احنا لازم نعمل قاعده علشان تكافؤ الفرص للناس كلها. كابتن تكافؤ الفرص اكيد معاك، اكيد معاك في تكافؤ الفرص، وتاني بنقول ان ده قاعده اساسيه يا كابتن اشرف. 50 واحد بالجمهور لكل الانديه، يبقى في مساواه بين الفرق عشان تقدر الفرق تلعب تحت عداله واحده وتحت مسميات واحده وتحت قانون واحد لكل الفرق في اتحاد كره السله. مظبوط كده؟ اه طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن. تاني بقولها ونقولها تاني كابتن اشرف، بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله. كابتن اشرف اكيد احنا معاه، واكيد بنقول اتحاد كره السله معلومه مهمه جدا، 50 فرد لكل دوري كره السله. انت اللي قلت، احنا اللي وافقنا، كل الناس وافقت على هذه المنظومه. مفيش ماتش يتلعب في اتحاد كره السله لغايه اخر الدوري او لغايه اخر الكاس لغايه اخر السيزون غير ب 50 فرد فقط لا غير، عشان مبدا تكافؤ الفرص.